هسه نكمل الجزء الثاني من المحاضرة بعد ما حكينا بالجزء الأول عن ديابيتس وتعريفه وأنواعه والتريتمنت مال النوع الأول. هسه نحكي عن التريتمنت مال التايب 2. التايب 2 المانجمنت مالته involves lifestyle intervention, drug therapy and control and of the risk factors for cardiovascular disease. يعني بما انه مو مثل التايب 1، التايب 1 قلنا يصير destruction للبيتا سيلز فيقل انتاج الانسولين، فعنده lack of insulin فنضطر يعني نخلصه كله supplement insulin على شكل يعني حقن، بينما هنا يعني يجوز يكون الانتاج يعني اما طبيعي او اقل من الطبيعي، واكو وياه resistance. شلون نقلل هاي الاشياء؟ من خلال انه يعني نسوي لايف ستايل انترفنشن، يغير من نمط حياته، يمارس رياضة، يفقد وزن، طبعا دراج ثيرابي يعني ويا اللايف ستايل تشينجز، لان يعني هو مو ريفرسبل تماما، يعني نقدر نخفف اعراضه لكن ايضا بعض الاحيان يحتاج ادوية. وطبعا لازم نسيطر على الاعراض الجانبية الثانية، لان قلنا راح يصير اكو مايكرو فاسكولار وماكرو فاسكولار ديزيزز. زين this include control of blood glucose, blood pressure, lipid levels, antiplatelet therapy as indicated. زين قلنا انه مستوى السكر من يرتفع بالدم او من ينخفض، يعني من يصير اكو disturbance بشكل عام، راح يؤدي الى microvascular disease اللي هي تشمل الرينال والريتينال والنيوروباثيك. اللي هي النيوروباثيك مثلا التنميل، يعني واحد يحس تينجلينج او يفقد الاحساس خصوصا بالاطراف مالته. رينال قلنا راح يصير نيفروباثي او ريتينال اللي هو ريتينوباثي يصير بمايوبيا. زين بالإضافة إلى الـ onset of microvascular اللي هي الـ coronary artery disease والـ micro عفوا الـ myocardic infarction والـ stroke إلى آخره. الـ oral agents يعني الأدوية اللي نستخدمها ويا المصابين، أولا عندنا الـ insulin sensitizers acting on liver بيجوانايت اللي هو بعض الناس عندهم ريزيستنس للانسولين بسبب يعني من ناحيه الكبد، فيعطونهم ادويه تقلل من شو اسمه الريزيستنس مثل الميتفورمين او جلوكوفيج. its major action is reduce of the hepatic insulin resistance, gluconeogenesis and glucose release. يعني وظيفتها الاساسيه شلون نقول هي تقلل الريزيستنس مال الليفر مثل ما قلنا، فيقلل الجلوكونيوجينيسيس. ليش؟ لان من يقلل الريزيستنس للانسولين راح يشتغل بشكل طبيعي، فالجسم ما راح يعوز سكر، فراح يقلل الجلوكونيوجينيسيس، لان بالظروف الاعتياديه السكر يكون موجود، اذا الواحد متناول السكر يكون موجود بالبلد ستريم لكن ما يصير ليوتيلايزيشن، ما يصير لاستخدام بسبب انه الانسولين اما ما جاي يشتغل او ما جاي يفرز بكمية كافية. هنا ما جاي يشتغل بسبب هيباتيك ريزيستنس فما يشتغل، فالجسم يعوز جلوكوز، ففوق ما اصلا اكو جلوكوز لكن ما يتم استخدامه راح يتم انتاج جلوكوز من قبل الكبد، راح يزود الجلوكوز بالزايد، فيعني سوى هايبر جلايسيميا. فالميتفورمين هنا بس يقلل لنا الريزيستنس مال الليفر على مود يتم شغل الانسولين بشكل طبيعي، فما يسبب لنا هايبوجلايسيميا لان هو ما ينتج لنا انسولين، اذا انتج انسولين هنا راح يسبب لنا. زين اتس كونترا انديكيتد ليه ما يصير نستخدمه وين الناس اللي عندهم كونجستيف هارت فيلير، رينال انسفيشنسي او هيباتيك انسفيشنسي. Metformin provide effective, well-tolerated glycosemic control with one daily dosing. يعني يأخذ مرة واحدة باليوم. Insulin sensitizer acting on peripheral tissues اللي هو الثيازوليدينيدونز. تحس اسم مدرر. على أي حال هذا نوع ثاني يستخدمه الـ peripheral tissue resistance، أنه الريسبتورات الموجودة بأنسجة الجسم ما جاي تستقبل الإنسولين، فهذا يزود لنا الحساسية مالت المستقبلات.
These drugs appear to cause slow improvement in glycemic control over time. يعني هنا يعني النتيجة مالتها ما تكون بشكل مباشر، أو يعني لازم ناخذ أسابيع أو أشهر يلا تظهر النتائج مالتها. فبالإضافة إلها راح نستخدم أدوية ثانية، راح نستخدم أدوية ثانية مثل along with improvement of insulin sensitivity and reduction of fatty acid and free fatty acid levels. يعني راح نستخدم أدوية ثانية، أو يجوز يعني مجرد تغيير بنمط الحياة، طبيعة الغذاء على مود يقلل لنا من شو اسمه الريزيستنس، يزود السنسيتيفيتي ويقلل لنا الفاتي اسيد. زين، they are well tolerated. بالظروف الاعتيادية هي تكون زينة، لكن إذا الواحد عنده liver disease ف contraindicated. ال side effects مالتها weight gain و fluid retention. insulin shock. الانسولين شوك تصير من واحد، احنا من واحد يكون عنده سكر، نطيه جرع مال الانسولين، المفروض تعوض لنا الانسولين الطبيعي يفرزه جسم الانسان بالظروف الاعتياديه. يعني اذا كان غذاء يعتمد يحتوي على كميه طبيعيه من الجلوكوز. المشكله اكو ناس يعني نظامهم الغذائي يكون يحتوي على كميه انسولين قليله، عفوا كميه جلوكوز قليله، احنا نعطيهم جرعه عاليه من الانسولين اعلى من اللازم. يعني شلون؟ بالظروف الاعتياديه البنكرياس يفرز انسولين على حسب كميه الجلوكوز الموجود بالدم. البنكرياس ما يشتغل، فراح نعطيه على شكل حقن. المفروض الحقن تحاكي عمل الانسولين مال الجسمه، لكن مو بالكميات اللازمه. فاحيانا الواحد ياكل كميه جلوكوز قليله بالمقابل كميه الانسولين راح تكون طبيعيه، فراح يصير اكو فرق هنا. الانسولين راح يكون عالي، الجلوكوز راح يكون قليل، فبالتالي راح يصير عنده هايبوغلايسيميا، فيصير عنده شوك يسمونها انسولين شوك. او احيانا ياكل الجلوكوز بشكل طبيعي لكن زود الجرعه مال الدواء، فأيضا راح يصير عنده هايبوغلايسيميا. The patients who are treated with insulin must closely adhere to their diet. يعني مبدئيا لازم يتناولون كمية جلوكوز مناسبة، لأن هم يأخذون جرعة من الإنسولين معينة، فإذا أخذوا جلوكوز أقل راح يصير عندهم شوك. إذا أكثر أوكي ممكن، إذا أقل يعني راح يصير عندهم شوك. If they fail to eat in normal manner but continue to take their regular insulin injection, they may experience hypoglycemic reaction caused by excess insulin. مثل ما حكينا، ياكل سكر هواي، انسولين عالي، يصير عنده شوك hypoglycemia. Hypoglycemic reaction may also be due to overdose or insulin oral العفو of insulin or an oral hypoglycemic agent. Reaction of the shock caused by excessive insulin usually occur in three well-defined stages. Each can be severe and dangerous that one preceding it. يعني مثل ما قلنا اكو اسباب معينه. قلنا السبب الاول هو ياكل جلوكوز قليل، انسولين عالي. مرات الجلوكوز طبيعي لكن الانسولين اللي ياخذه اكثر من اللازم فيصير عنده شوك. الحاله الثانيه اللي هو من يكون الجلوكوز طبيعي لكن الانسولين الجرعه مالته عاليه، فهنا راح يعني تتقسم الى ثلاث ستيجات الانسولين شوك. اكو مايلد اللي هو الاعراض مالته هانجر، ويكنس، تاكيكارديا، بيلر، سويتنينج وبارستيجيا. هاي يعني بالمايلد الحالات الخفيفة. مودريت يكون اكو انكوهيرنس، يعني واحد مخربط ما متماسك مو على بعضه. انكوبراتيفنس يعني يكون عصبي ما متعاون. لاك اوف جادجمنت يعني ما عنده تفكير منطقي. بور اورينتيشن عصبي. السيفير كيسز او السيفير ستيج unconsciousness فقدان وعي، tonic and clonic movements مثل الابيلبسي يعني، hypotension نقصان بالضغط، hypothermia
ينزل درجة الحرارة rapid 3D pulses هاي مالت القلب مالت نبضاتها تصير غريبة. detection of patients with diabetes، شلون نكشف أنه الشخص عنده diabetes؟ مبدئيا من الهيستوري، أهم شيء هو الهيستوري. detection by history، أولا نسأله بشكل مباشر عندك diabetes لو لا، what are the المديكيشن اللي ياخذها، يعطيك أدوية من ضمنها أدوية إلها يعني مال سكر أو إلها علاقة بالسكر فتعرف أنه عنده السكر، أو من تسأله هل هو تحت رعاية طبيب معين يقول لك إيه الطبيب الفلاني عنده سكر فمنها تعرف. هاي الطريقة الأولى. establishment of severity of disease and degree of control، يعني هنا تعرفت عنده سكر، هنا لازم تسأله أسئلة إلها علاقة يعني هل هو سكر خفيف لو متوسط لو قوي وانت جاي تاخذ ادوية لو لا. طبعا هاي الاسئلة ما تحفظها لكن هي بديهية يعني طبيعي يعني تدركها من يمك، ماكو داعي تحفظها منه. يعني اول شيء من اللي مت عدى دياغنوسز عدى ديابتيز، من اللي مت سوى الدياغنوسز وعرفوا عدى ديابتيز، اخر مرة قست السكر مالتك، ايش قد مستوى السكر مالتك كان، how are you being treated، يعني شنو الأدوية تاخذها، how often do you have insulin reaction، يعني ليش كم مرة صار عندك شوك بالخليناها، how much insulin do you take in each injection، يعني جرعة مالتك، how often do you receive injections، تسوي urine test، last visit to the physician، يعني آخر مرة رحت للطبيب مالتك، do you have any symptoms of diabetes in the present time، يعني حاليا جاي تحس بشي. زين هسه ك detection of patient with diabetes undiagnosed diabetes diabetic person، يعني اذا الشخص ما متعاون او ما يدري، يعني اما عده لكن ما يريد يقول لان ما يريد يأثر على العلاج مالته، او انه اصلا ما يدري يعني منك راح يكتشف. شلون تعرف؟ اول شيء من الهيستوري ساينز اند سيمبتومز، يعطيك من تقول له منين تشتكي هو راح يبدي يحكي، يعطيك اثناء الحكي عن الاعراض مالته يعطيك شيء من اعراض الديابيتيز، مثلا يقول لك عندي تنميل، مثلا جاي افقد البصر من فتره، عندي اتبول هواي، اجوع هواي، اعطش هواي الى اخره، أو أنه يكون يعني أكو ريسك فاكتورز اللي هو الأشخاص البدناء أوبيس عمرهم فوق 40 سنة، عائلتهم بيهم تاريخ من الديابيتيز، أو أنه انولد حجمه أكبر من الطبيعي. زين history of spontaneous abortion، يعني صار يعني إذا كانت أنثى وحامل سابقا وصار عندها إسقاط، ف يعني هذا احتمال انه تكون بها ديابيتيز. referral for screening test for diabetes، هاي اخر شيء من تشك انه عنده ديابيتيز ودي لل يعني سوي له referral على مود يقيسوا له السكر يعرفون ايش بيه. dental management، يجيك للعيادة واحد عنده ديابيتيز، اكو نوعين من المرضى، اكو controlled واكو non controlled، well controlled و non controlled. إذا كان well controlled تشتغل له عادي مع طبعا بعض الأشياء البسيطة تخليها بالحسبان، إذا كان non controlled طبعا تسوي له referral للphysician على مود يعطي أدوية، لأن أنت لا تحتك ويا واحد عنده سكر خصوصا إذا هو ما جاي ياخذ الأدوية مالته. هاي باختصار أنا نوتشيل مبدئيا هسه ال non controlled أو insulin controlled patient أول مرة. If the patient of diabetes is well controlled and dental procedure can be performed without special precaution، يعني هنا تشتغل طبيعي، قل له ياخذ الأدوية مالته من الصبح يتريق عادي ويجيك، أحسن شيء أحسن وقت هو الصبح. زين advise the patient to inform the dentist، يعني قل للبيشنت أثناء العملية إذا حس أنه صار في دوخة أو بدأ
يعني تظهر عليه أعراض ثانية من أعراض الديابيتيس خطيرة، المفروض يقلل لكم مباشرة. الجلوكوز سورس لازم يكون عندك مصدر للسكر بنفس الوقت، طبعا حتى انسولين لازم يكون موجود بالعيادة، وأيضا مصدر للسكر مثل عصير البرتقال على مود في حال احتاج سكر أثناء العملية. إذا كانت العملية سيرجيكال يعني بها انترفنشن للسوفت تشو، فيجوز تكون خطيرة، فهنا لازم أول مرة تسوي كونسلتيشن للفيزيشن مالته، لازم تسأله شنو القصة، هذا نقدر نشتغل له لو حالته مو مستقرة. قال لك اشتغل له اشتغل له، قال لك ما تشتغل له ذبه. إذا اشتغل، إذا قال لك اشتغل له أيضا مو مباشرة تبدي، لازم تعطى انتبايوتيك بروفيلاكسس أو بروفيلاكتيك انتبايوتيك، لأن نعرف أنه الناس اللي عندهم ديابيتيز عندهم مشاكل بالدم بشكل عام، خصوصا بليتلتس، عندهم مشاكل بالكوجيليشن، عندهم مشاكل بالأميون سيستم، فلازم نعطيه بروفيلاكتيك انتبايوتيكس خاف كل شيء يصير. Those with brittle diabetes and those taking high doses of insulin who are also chronic state of oral infection. زين، هاي في حال إذا كان well controlled. إذا كان non controlled، شلون تعرفون non controlled؟ من يكون مستوى الفاستنج جلوكوز إما أقل من 70 أو فوق 200، and any complication، مرات تكون عندك complication بالإضافة إلى هذا مثل myocardial infarction, renal disease, congestive heart failure, symptomatic angina, old cardiac dysrhythmia, cerebrovascular accident, blood pressure higher than 180 on 110 millimeter. يعني هو بشكل عام اللي عندهم هاي الأعراض عندهم سكر لولا دولا ما يصير تشتغل لهم، يعني لازم أول مرة تسوي لهم إحالة. لكن أحيانا يقول لك الشخص إذا ما كان well controlled يكون أكثر عرضة أن يكون مصاب بوحدة من ذني همة، فحتى لو تغاضينا عن شغلة سكري عدة أشياء ثانية فمستحيل تشتغل. Provide appropriate emergency care، لازم يكون أكو عناية طارئة إلى في حال يعني اكتشفت أنه ديابتك أثناء العملية. Request referral to medical evaluation management، طبعا لازم تودي الواحد مختص على مود يسوي له تقييم، يعطي أدوية أي شيء. If symptomatic seek immediate referral، إذا كان أعراضه واضحة أنه بيسكر مباشرة وحيلة لأي واحد باختصاص. إذا كان أسمبتوماتيك فبعد كملت العملية وخلصت قل له يعني يروح للطبيب يشوف شنو قصة الديابيتيز مالته، خاف هو صدق ما يعرف فأنت تكون عرفته. Dental management for patient diabetes، إحنا هذا ملخص خلنا نقول. إذا كان non insulin controlled patient may require insulin and consultation of the physician، يعني مثل ما قلنا لازم يكون عندك انسولين في حال يعني just in case، وايضا لازم consultation للفيزيشن قبل لا تبدأ تشتغل. اذا كان controlled required increased dosage of insulin consultation with the physician is required. اذا يعني كان عندك اذا هو well controlled، يعني ايضا بعض الحالات بما انه جاي تتعامل ويا oral infection يعني يجوز تحتاج intervention، فأيضا لازم يكون عندك سكر ولازم يكون عندك يعني مصدر سكر وإنسولين، لأن ما تعرف ليه ما تحتاجها. Patient with brittle diabetes or receiving high insulin dosage should have culture taken the infected area for antibiotic sensitivity testing. يعني أنه الشخص إذا كان عنده infection وحالته كانت خطيرة brittle diabetes، يعني حالته شوية مدهورة يعني واصل ديابيتيز مراحل متقدمة، ياخذ انسولين بهاي دوزز، فبهاي الحالة هو اكيد جهاز المناعي يعني مو بديش الكفاءة، فالمفروض تاخذ عينة توديها للمختبر يسوي لها فحص وتعطي بروفيلاكتيك انتبايوتكس، تعطي انتبايوتك يعني بالبكتيريا او
المسبب اللي تظن أنه احتمال يكون مصاب به. يعني مجرد شيء عشوائي، لأن ما يصير تودي المريض للبيت وهو بعده مصاب، لأن راح يعني يصير manifestation أكثر وأكثر. يعني توديه للبيت، تعطيه انتبايوتيك تصبيره مثل ما نقول، من يجيك العيادة الجاية يعني الجلسة الجاية تكون النتائج واصلتك من المختبر، تعرف شنو المسبب، فتعطيه انتبايوتيك مناسب حسب المسبب، سواء كان فانجل فيرال بكتيريال. In cases of poor clinical response for antibiotics, for first antibiotics, more effective antibiotics selected according to the sensitivity test results. مثل ما قلنا، أنت بالبداية تعطي شيء مو عشوائي، لكن الشيء الأكثر احتمالاً ببالك، شنو أكثر شيء يعني محتمل أن يكون مسبب هذا الـ oral infection، تعطي antibiotic على مود، وتودي العينة مالتك المختبر على مود يفحصونها. من يفحصونها يرجعوا لك بالنتائج، يجيك الجلسة الجاية توصف له انتبايوتيك مناسب للمسبب المناسب. طبعا مرات يعني يستجاب للانتبايوتيك اللي اعطيته انت اول مرة، هذا شيء طبيعي. Infection should be treated with the use of standard methods. يعني شلون يكون التريتمنت؟ warm with intraoral rinses, incision and drainage, bulbectomy, extraction و antibiotics. زين، local anesthesia أو local anesthetics and epinephrine. ال local anesthetics تحتوي على epinephrine، وإحنا نعرف أنه الepinephrine هو يعني أدرينالين، والأدرينالين هو sympathetic nervous system. بالsympathetic nervous system يسمونه fight or flight، يعني أنت من بين قوسين محتاج طاقة، محتاج جلوكوز، يعني الانسولين هنا راح يقل، يعني شنو؟ السكر راح يزيد. فبالتالي اذا كان المريض بسكر، هو اصلا مستوى السكر زايد، تعطيه ابنفرين يقلل الانسولين فيزيد السكر بالزايد، ما يصير. فالمفروض الديابيتك بيشنت ما تستخدم وياه ابنفرين بالال اي مالته. however epinephrine pharmacological effect opposite to the insulin, so glucose should could rise the use of with the use of epinephrine. In diabetic patient, the hypertension, myocardial infarction, cardiac arrhythmia, caution may be indicated for with epinephrine. يعني مثل ما قلنا، دير بالك تستخدم الابنفرين أو استخدمه بحذر إذا كنت جاي تتعامل ويا واحد بديابيتيز، خصوصا إذا كان عنده يعني secondary conditions، خلنا نقول، أو complications مثل myocardial infarction, cardiac arrhythmia إلى آخره. guidelines of these patients similar to that patient with cardiovascular condition. والله هذا المقطع مو مهم، لكن هو مجرد يحكي أنه لازم تتعامل وياهم بحذر، ومتى تتعامل وياهم مثل أي واحد عندك cardiovascular condition، يعني oral manifestation. طبعا هذا الشيء واضح. oral manifestation مبدئيا يسوي زيرستوميا، يعني يقل السلايفري سيكريشن. واذا قل السلايفري سيكريشن، السلايفا تحتوي انتيبوديز لها ديفنسيف رول، لكن بما انها قلت فراح تقل المناعه بالفم، فراح تزيد الفيرال فانجل بكتيريال انفكشنز، فراح يصير عندنا كانديدياسيس ميوكور مايكوسيس، يصير عندنا بور ووند هيلينج بسبب ال يعني انه البلد بشكل عام صار بي ديسكريبنس، عفوا ديستربنس، والبليتلتس ايضا، فراح يصير بور ووند هيلينج، بور كوجيليشن، هاي كاريز انسيدنس مثل ما قلنا، نفس السبب مال ظهور الكانديدياسيس، جينجيفايتس، بيريدونتايتس، بري ابيكال ابسس، بيرنينج ماوث، ليتشن بلينس. اوكي، هاي كلها طبعا بسبب alter an immune system. زين، diabetic neuropathy may lead to paresthesia, tingling, numbness, pain or pain caused by pathologic change involving the nerves of the oral region. يعني راح يصير ضرر ايضا بالاعصاب اللي تصير خصوصا بالاماكن المحيطية، اطراف الاصابع خصوصا مال القدم، يعني toes.
فراح يصير مثل التنميل أو ألم أو فقدان الإحساس أو الألم المستمر، يعني مو ماكو شيء معين يصير، لكن هو مو طبيعي بشكل عام. ألم، عدم الإحساس بأي شيء، تنميل، كله مو طبيعي. Early diagnosis يعني إذا شخصناها بشكل مبكر هنا راح نقدر نعالجها، إذا تأخرنا راح تسبب irreversible damage. وهذا كل شيء.